مساء الخير اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج سعادتك معانا. سعدنا ان نرحب بضيوفنا استاذ محمد حبلص، باحث في علوم الشخصيه من خلال الوجه، دكتوره شيماء خالد اخصائيه التخاطر. اهلا بك يا دكتوره. اهلا بك يا استاذ محمد. اهلا بك زوين، نورتينا يا دكتوره شيماء. على فكره الديكور حلو جدا ما شاء الله، انت عينك جميله ما شاء الله. النهارده علشان انت معانا لازم هتكلمينا عن الطفل وكل المشاكل اللي بتواجهه من الولاده لغايه ما يبقى عنده 6 سنين. طبعا انا مش هقدر ما اسالكيش ازاي الام تعرف ان ابنها عنده مشكله. بصي، اولا لازم عشان الام تعرف ابنها عنده مشكله ولا لا تبقى عارفه التطور الطبيعي لنمو اللغه عند طفلها. من عمر 3 شهور المفروض ان هو بيناغي، بيصدر اصوات، بيتتبع اي حاجه بعينه. طب لو الكلام ده مش موجود من اول 3 شهور يبقى تعرف ان في مشكله. طيب لو عمر سنه او سنه وثلاث شهور، سنه ونص، ما بيقولش كلمات، يعني على الاقل يقول مثلا 30 كلمه، بابا، ماما، تيتا، اشرب، اكل. طب لما بيقولش الكلمات دي كلها يبقى برضو عنده مشكله. وهنتتبع بقى النمو بقى بالسنين اللي بعد كده، يعني سنتين يبقى جمل من كلمتين، 3 سنين جمل من 3 كلمات كده. دكتوره شيماء، الام ممكن تعمل ايه عشان الطفل ما يتاخرش في الكلام؟ بس اولا بتمنعه عن اي مشتتات زي التلفزيون، التابلت، الموبايل، وبتخليه ينفذ اوامر كتير جدا. وحط بقى تحت ينفذ اوامر كتير دي 1,000,000 خط، لان دي اصلا بتبقى للتركيز كويسه قوي. من سن قد ايه ابتدي اقدر؟ 6 شهور مثلا ممكن اقول له؟ لا طبعا، لا طبعا. سنه؟ من سن سنه تبتدي تقول له ان هو ينفذ اوامر بس بسيطه، يعني مثلا قوم، اقعد، روح، تعالى، روح، انا قلت روح وتعالى، اقعد، مثلا حط الحاجه دي في الباسكت، يعني حاجات بسيطه مش مركبه، مش اوامر مركبه، اوامر بسيطه. ايه اللي بيخلي الاطفال اليومين دول عندهم ضعف تركيز؟ ممكن الطفل يكون عنده انيميا. وايه تاني؟ ممكن يبقى فيه مشاكل عائليه، يعني الخلافات الاسريه اللي بتبقى في الاسره بتبقى عامل مهم جدا في اضطرابات كتير قوي كنفسيه للاطفال، وطبعا بتاثر على كفاءه المخ. دي حاجه جديده جدا، يعني انا دلوقتي بدل ما بعالج الطفل بدور على المشكله في البيت ان هو طبعاً عنده ضعف تركيز، فانت ممكن تعملي جلسه مع الام والاب علشان تعرفي ايه السبب؟ اساسي لازم اعمل جلسه مع الام والاب. يعني لما تيجي ام تقول لي انا ابني ما بيركز او عنده تشتت انتباه، مش لازم يكون عنده اضطراب، ممكن تكوني انت يا ماما او انت يا بابا اللي عندكم المشاكل دي. مشاكل خلافات بقى اسريه، مشاكل مثلا ماما بابا بيضرب ماما، ماما بتزعق جامد، فبيعمل كل ده اضطراب نفسي للطفل وبيخليه ما يعرفش يركز. دي جديده جدا، يعني دي مشكله مش بيعاني منها الطفل بقى على قد ما بيعاني من البيئه اللي حواليه. طيب قولي لي، طب احنا ازاي ضعف التركيز ده احنا نقضي عليه؟ ما احنا قلنا من اسباب ضعف التركيز الانيميا. فبنعمل ايه؟ بنعمل صوره دم كامله الاول، نعمل تحليل صوره دم كامله، وتاني حاجه بنعمل فيتامين بي 12 لان هو اللي مسؤول عن التركيز في المخ. ويعني التغذيه ليها علاقه بقله التركيز؟ طبعا. دكتوره شيماء، امتى يكون سلوك الطفل مشكله ومحتاجه تدخل؟ لو بيظهر مرات كتير، يعني مش هي مره او الثانيه او 3 مرات، لا بيظهر باستمرار وفي كذا مكان، يعني في نادي، في مدرسه، في البيت، عند القرايب والاهل، لازم يظهر في كذا مكان علشان نقول ان السلوك ده مشكله. تاني حاجه لو هو بيأثر على النمو، على تطوره الجسماني او العقلي، او بيأثر على البيئه اللي هو موجود فيها، يعني ممكن يكون في طفل مثلا ايه قاعد يعني لوحده، منطوي، عنده اكتئاب، تمام. فده كده سلوك لازم يبقى فيه تدخل. مش مثلا الطفل اللي يبقى مكتئب او يعني احنا بندور بس على الطفل الهايبر، الطفل اللي بيقعد على جنب ده احنا بنبقى مبسوطين جدا ان هو مش عامل لنا ازعاج فبنسيب. لا ده غلط. اصلا انت تخافي ان ابنك قاعد كده لوحده ويبقى كده، حتى لو بيلعب. يعني ايه حتى لو بيلعب؟ يعني لو في طفل بيحب يلعب لوحده، انا قاعدين فيه هو طول الوقت بيتكلم مع نفسه بيلعب لوحده، لا طبعا ده مش صح. الغالب ان يبقى فيه مشاركه، لازم الطفل ده بيشارك مع اطفال تانية، لازم يبقى فيه تفاعل. والطفل الوحيد
لا مامته تجيب له بقى طفل تاني او هي نفسها لو هو ما بقاش بيشارك في البيت وبيدخل وبيتدخل بتكلم مع مامته مع بابا كتير ما تحطوش قدام تلفزيون. ما احنا قلنا ايه علشان ما يتاخرش في الكلام، اللي هو تاني سؤال الاستاذ ابراهيم قاله، عشان ما يتاخرش في الكلام فبنمنعه من اي مشتتات. ايه هي؟ التلفزيون، التابلت، الفون، الحاجات دي. فعلشان يبتدي يتكلم ويبتدي يبقى فيه تفاعل، ما ينفعش ابقى انا مقعداه قدام التلفزيون لغه استقباليه بس، بيستقبل بس ما بيعرفش يتكلم، فبعد كده بيبقى منعزل، بيبقى بس هو كل هدفه هو التلفزيون وكل معلوماته بتيجي من التلفزيون. بما اننا بنتكلم عن الطفل العنيد، فعايزين نعرف من استاذ محمد بصفته تحليل في الشخصيه من خلال نظره الوجه، ازاي الام تعرف ابنها عصبي او عنيد من خلال نظرتها في وشه؟ حلو السؤال ده يا استاذ ابراهيم. بالنسبه لقصه ان الام تعرف ازاي ان ابنها عنيد او عصبي او اي صفه من الصفات دي، من خلال علم الفراسه انت مش بس بتعرف ازاي الطفل عنيد او ازاي الطفل عصبي، لا انت كمان تقدر تعرف الطفل اللي عنده حركه، تقدر تعرف الطفل الحساس، تقدر تعرف الطفل المنعزل زي ما كنتوا بتتكلموا من شويه، نقدر نعرف كل ده ببساطه جدا. استاذه شيماء ممكن الموضوع ده بياخد معاها وقت، علم قراءه الوجوه او علم الفراسه بشكل عام بيسهل لها القصه دي قوي، بيخليها خلال وقت قليل قوي تقدر تعرف الطفل العنيد من الطفل العصبي، وتقدر تعرف الطفل اللي عنده فرط حركه، وتقدر تعرف كمان الطفل ده حساس ولا لا، منعزل ولا لا. ممكن كمان حاجه مهمه قوي، الطفل مثلا اللي هو دايما بيضرب الاطفال الثانيه، دايما بيعمل مشاكل، كل ده بيظهر من خلال الوجه، فبنقدر من خلال تحليل الطفل ده نقدر بعد كده نتعامل معاه، لان احنا كده بنبقى قدرنا نعرف الدافع اللي بيخليه يتصرف كده، وبالتالي نقدر نعدل سلوكه من والى. هو طبعا علم الفراسه اللي حضرتك اتكلمنا عنه وتعرفنا بيه مهم جدا، بس انا في سؤال مهم قوي هسالك فيه. اتفضلي. هو الطفل بما انه ما بيتكلمش، فبتهيالي هو اكتر حد منوط بالموضوع ده، او يعني احنا هنعتني بيه ان احنا نعرف من ملامح وشه هو جواه ايه وبيتصرف كده ازاي. تمام. بص، يعني هو اكتر مني ومن، لان انا ممكن اعبر عن نفسي بالكلام. بص، هو مبدئيا اول خلينا بس نوضح نقطه مهمه بس عشان الناس برضو تبقى واخده بالها منها، احنا ما بنقدرش نحكم على ان الصفه دي بقت ثابته في الطفل او في البني ادم او في الشخص غير بعد 20 سنه. ليه؟ لان بعد 20 سنه بتبدا بقت الملامح تثبت شويه، لكن احنا مثلا الطفل ملامحه خلاص بتتغير من اول ما بيتولد لغايه مثلا 20 سنه بتتغير باستمرار وبشكل سريع. فاحنا من اول ما الطفل يتولد لغايه 20 سنه بتبقى الصفات متغيره بشكل سريع، بعد 20 سنه بتبدا الصفات تثبت الى حد ما. اي نعم الصفات متغيره دايما باستمرار مع تغيير البيئه وتغيير الاصحاب وتغيير الناس اللي انت بتتعامل معاهم، الا اننا في الاخر بنتكلم عن صفات متغيره دايما باستمرار. بما ان حضرتك قلت الطفل دايما مش بيتكلم، فاحنا بنبقى عايزين نعرف اللي جواه، فده سهل جدا، احنا من خلال قراءه ملامح وشه بنقدر نعرف كل اللي انا قلته من شويه ده واكتر بكتير جدا. كلمنا بقى عن علم الفراسه. بصوا، علم الفراسه بشكل عام، خلينا نقول بشكل عام، لان احنا لما هنتكلم عن قراءه الوجوه بشكل خاص. ليه قلت قراءه الوجوه بشكل خاص؟ لان اغلب الناس بتتكلم عن الفراسه مش الفراسه. الفراسة والفراسة موضوع كبير، بس خليني أقولك باختصار إن الفراسة بكسر الفاء اللي هي نقصدها إحنا هي المهارة في معرفة بواطن الأمور من ظاهرة، لكن الفراسة اللي بفتح الفاء اللي أغلب الناس بتتكلم عليها هي حزق أمر الخيل وإحكام ركوبها. ففي فرق ما بين الاتنين، مش عايزين نخش في تفاصيل بس عشان وقت الحلقة، ولكن خلينا نقول إن إحنا هنتكلم عن قراءة الوجوه بشكل عام. قراءة الوجوه بشكل عام في مصادر بتقول إنها بدأت عند المصريين القدماء سنة 3000 قبل الميلاد، وأول حاجة بدأوا فيها في القصة دي إن هم وجدوا إن في علاقة ما بين الفراغات اللي ما بين صوابع الإيد لما تعملهم منتصبين كده وتقربهم لأقرب مصدر ضوء. لما يكون في فراغات ظاهرة لما تعمل الصوابع كده، فده معناه إن الشخص ده عنده فلسفة عالية. كل ما الفراغات زادت كل ما الفلسفة زادت، كل ما الفراغات قلت كل ما الفلسفة قلت. حلو كده؟ ده بالنسبة للمصريين القدماء. الصينيين القدماء قيل انهم برضو بدأوا يتكلموا عن قراءة الوجوه سنة 2700 قبل الميلاد. الغريب بقى عند الصينيين انهم كانوا بيستخدموا قراءة الوجوه في حاجتين غريبين جدا، النهاردة لما نيجي نكلم الناس عليهم بيستغربوا جدا الحاجتين دول، وهم ان الصينيين كانوا بيكتشفوا الامراض من خلال الوجه. يعني النهاردة انت عشان تكتشفي خلل في الجسم تروح تعملي اشعة وتحاليل وحاجات كده كتير ملهاش
يعني. وساعات في الاخر برضو ما بتعرفيش يعني انت عندك ايه، من لون العين، من ملامح الوش، من شكل الملامح معينه، من اي طريقه معينه كده في الوش، فانت بتقدري تعرفي الشخص ده عنده حاجه معينه في مكان معين. ومعانا فيديو، تقدري للدكتوره يا ريت تشرحي لنا وتركي لنا الضوء على الفيديو ده. تمام، اتفضل. حضرتك بقي، بقي فين؟ بقي فؤاد، فين بقي فؤاد؟ بقي، بقي فين بقي فؤاد؟ برافو، بقي، بقي شعري، فين شعر فؤاد؟ فين شعر فؤاد؟ شعري، 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 فين شعر فؤاد؟ شعري، فين بقي فؤاد؟ فين بقي فؤاد؟ بقي، 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 شعري، شعري، بقي، شعري، عيني، 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 عين فؤاد فين؟ عيني، 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 بقي، عيني، شعري، بقي، عيني، شعري، ودني، 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 فين ودني فؤاد؟ ودني، فين ودني فؤاد؟ ودني، 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 بقي، بقي، عيني، عيني، شعري، شعري، ودني، ودني، رقبتي، فين رقبة فؤاد؟ فين رقبة فؤاد؟ رقبتي، 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 بقي، عيني، شعري. دكتورة شيماء، كلمينا عن فؤاد. بصي، فؤاد كان توحد شديد. توحد شديد معناه ان هو ما كانش بيطلع اصوات زي ما انتم شايفين كده في الفيديو، ما كانش بيعرف يتواصل بصريا خالص، ما يبصلكيش في عينك، ما يعرفش يشاور، ما يعرفش يعمل اي حاجه، ما فيش تفاعل، ما فيش اي يعني ان هو يقعد معايا القعده دي ان هو يتفاعل وحد اصلا يلمسه او يمسكه. كان صعب جدا، لان ما شاء الله يعني في الفيديو، لان التوحد جميل. الشديد بيبقى ما فيش تواصل بصري خالص، ما حدش يقدر يلمسه لانه بيبقى عنده مشاكل حسيه. فالحمد لله يعني هو بقاله معايا 8 شهور، الحمد لله بقى تواصل بصري كويس جدا، تركيز، انتباهه بقى تمام، في التقليد بقى بيصدر اصوات زي ما انتم شايفين، وابتدينا بقى بناخد الحواس بتاعته. بس استاذ محمد، انت معايا دلوقتي، قول لي بقى ازاي احنا هنستفيد من علم الفراسه؟ الفراسه. ايوه، عشان بزعل. ايوه. بصي، قصه ازاي تستفيدي من علم الفراسه بشكل عام او قراءه الوجوه بشكل خاص، خلينا نقول قراءه الوجوه، الموضوع كبير جدا جدا، لان الناس عندنا في مصر هنا او في الوطن العربي بياخدوا الموضوع اللي هو ايه، مجرد بس حاجه مثيره فنعرف عنها شويه حاجات في الاول وخلاص وخلصت على كده. عندنا اغلب الناس ما تعرفش اصلا ان زي ما قلت من شويه ان الصينيين اصلا قبل الميلاد كانوا بيستخدموه في تشخيص الحالات المرضيه وفي التوظيف. يعني الصينيين قبل الميلاد كانوا علشان يوظفوا حد في قصر الامبراطور كانوا بيخضعوه لجلسه تحليل وجوه، بيشوفوا فيه صفات معينه هم عايزينها من خلال الملامح، لقوها بيوظفوه، ما لقوهوش ما بيوظفوهش. النهارده برضو في دول بره مصر بيستخدموا القصه دي في حته ان هو يوظف الشخص ده في المكان ده. يعني على سبيل المثال، لو حضرتك عندك شركه وعايزه تختاري محاسب مثلا، المحاسب ده له صفات معينه، فانا من خلال الوش بعرف ان الصفات دي موجوده فيه ولا لا. مثلا لو انا عايز اختار مذيع مثلا في تخصص معين، انا من خلال برضو ملامح وشه اقدر اقول الصفات دي موجوده فيه ولا لا. ده بالنسبه للوظائف. بالنسبه بقى للعلاقات، مثلا زوج وزوجته، خطيب وخطيبته، ايا كانت القصه دي،
انت بتقدر من خلال قراءة الوجوه تتعامل مع الشخص اللي قدامك بشكل سلس وبشكل مرن جدا، لانك بتكون عرفت صفاته وعرفت الدافع اللي بيخليه يتصرف بالسلوك اللي هو بيتصرفه قدامك، وبالتالي العلاقة والتواصل بيكون سهل جدا جدا جدا. يعني انا دلوقتي لو اتعلمت علم الفراسة اقدر احدد اللي قدامي حتى لو كان بيمر بظروف تانية، يعني ما هو الظروف بتاعت الوقت هي اللي بتحدد لي سلوكي. تمام، تقصدي حضرتك يعني انا مضغوطة فممكن ملامح وجهي تبقى مضطربة. حلو جدا، حضرتك جبت نقطة مهمة جدا. احنا بقى بنعرف انت مضغوطة ولا لا، وبنعرف كمان الضغوط دي جاية من العلاقة الشخصية ولا من الشغل كمان، بنقدر فعلاً؟ جدا. وبنقدر نعرف كمان علاقتك بوالدتك هي الأقوى ولا علاقتك بوالدك هي الأقوى، واخدة أغلب صفاتك من مين، لأن القصة عميقة جدا زي ما أنا قلت لحضرتك. الموضوع فيه مدارس كتير، زي مدرسة البرسونولوجي الأمريكية اللي هي أحدث اتجاه في علوم قراءة الوجه، وزي الفيزيونومي دي مدرسة غربية، وزي المين شيانج اللي هو الصيني اللي موجود من قبل الميلاد. فالموضوع أصلا موضوع كبير جدا. وناخد فاصل نشوف الفيديو التاني ونرجع تاني. السمكة دي فين اللي شبهها هنا؟ يلا فين الأحمر تاني؟ فين الأحمر تاني؟ ماشي قدام لون ايه؟ حزب حماة الوطن، أمانة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية. بعدما حققه حزب حماة الوطن من نجاح كبير في انتخابات مجلس الشيوخ والنواب لعام 2020، وحصد عدد مقاعد كبير في المجلسين، وفي ظل المناخ السياسي البناء الذي يدعمه السيد رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحرص كبير على المشاركة الفعالة في المجتمع المصري والتي يحرص عليها ويوجه بها السيد رئيس الحزب الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن بالجمهورية، والسيد اللواء محمد الفخراني رئيس الحزب بمحافظة الشرقية. وعلى ضوء كل ما سبق، كان الاجتماع الأول لأمانة مركز الحسينية بحضور الأستاذ محمد عبد الحميد عطوان الأمين المساعد لمحافظة الشرقية، للوقوف على آخر التطورات على المشهد الحزبي ووضع آليات عمل وجداول تنفيذ للارتقاء بخدمات كل المناطق في جميع المراكز التي تغطيها الأمانة العامة للحزب لما فيه الخير لمجتمعنا ووطننا الحبيب مصر، وتشكيل يضم قيادات شبابية فعالة وطموحة هي بكل فخر مصر المستقبل، على أن تكون هناك تغطيات إعلامية مستمرة لكل النشاطات القادمة للأمانة. حفظ الله مصر وشعبها، حزب حماة الوطن. ورجعنا لكم تاني ومكملين. استاذ محمد، هل اي حد يقدر يقرا وجوه الناس ويعرف صفاتهم بمجرد انه يبص في وشهم؟ بص حضرتك، القصه دي كبيره جدا، بس خليني اقول لك ان اي حد يقدر فعلا يقرا وش اللي قدامه ويعرف كل صفاته لو اتعلم العلم ده. العلم ده تتعلمه يعني بشكل سهل جدا جدا من خلال انك تقرا كتب عنه، وبعدين تمارس وتقرا وجوه الناس. الموضوع بس محتاج انك تبحث عن الكتب المتخصصه في المجال ده، وتبدا تعرف الملمح ده بيتكلم عن ايه والملمح ده بيتكلم عن ايه. ازاي اعرف الشخص البخيل، وازاي اعرف الشخص العصبي، ازاي اعرف الشخص القائد، وبالتالي تقدر مع الممارسه تعرف تتعلم قراءه وجوه الناس. دكتوره شيماء، عايزاك تكلميني في اخر الحلقه دلوقتي عن ظاهره اللسان المربوط وعن اعضاء الكلام عند الاطفال. تدريبات اعضاء النطق. ايوه دي بتساعد الاطفال اللي متاخرين في الكلام، لان بيبقى الجزء ده عندهم كانه منمل. يعني انت لو قاعده بقالك فتره طويله فرجلك بتنمل، بتبقى عايزه لها تدليك. فاحنا بندلك خارجي تمام وداخلي، وبندلك اللسان. دي تدريبات اعضاء النطق. اما اللسان المربوط فهم في كتير بيقولوا ان اللسان المربوط ده بيأخر الكلام. وسعدنا النهارده بالدكتوره والاستاذ محمد، و احنا اتبسطنا جدا، والموضوع كان محتاج وقت اطول، وان شاء الله هتبقوا معانا باذن الله. وقت اطول ايه ده، كان محتاج وقت اطول. اطول جدا ان شاء الله. والله مره شرفنا بكم النهارده والله استاذ محمد، شرفنا بحضرتك يا دكتوره. احنا اكتر. وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله، ولنا تكملة مع الدكتورة والأستاذ محمد إن شاء الله.